إذن فارق بنبدي كي يقول صورة الكارية مع السماك والجمهور جميل جدا. وهادشي اللي كيبقى في الذكرى. نعطيكم الصحة. سسبانس نعرفوا شكون الفائز. إذا السمكة سمكة البغار الوزن ديالها 3 كيلو و300. السمكة الثانية من نفس الصنف البغار 2 كيلو و300. إذا هادو تويمات. إذا سمك آخر. إذن سمكة شامة سمك شامة 3 كيلو 300. شامة أخرى 3 كيلو 3 كيلو 100. 3 كيلو 100. باسون سامة. إذن ما زلنا مع نفس السن شامة الوزن ديالها 3 كيلو على الرأس. لا لا تأكلوا لا تأكلوا على الرأس. لا تأكلوا هي ليميت هذا الليميت. لأن الوزن المسموح به هو 3 كيلو. المرتبة الأولى في هذه التظاهرة مركب ريف باي رئيس ديالو عبد الرحمن الشاعر. هنيئا لكم بهذا الفوز المستحق. هنيئا لكم. قدمها السيد احمد بناني رئيس النادي الملكي للزوارق في طنجة. هنيئا لكم ثم هنيئا على هذا الفوز المستحق. اذا صور تذكارية كأس. ارفعوا الكأس عاليا. أقوى لحظات هذه المسابقة. لحظات تاريخية تستحقنا. وشكرا لجميع المشاركين. من فاز هنيئا له ولم يفز حتى هو هنيئا له. جينا المرتبة الأولى الحمد لله في هذه المسابقة ديال الصيد العمودي جيجين منظمة من طرف النادي الملكي للزوارق بطنجة. والحمد لله التظاهرة دازت في أحسن الأجواء. جينا يومين، النهار الأول جينا المرتبة السادسة، والحمد لله النهار الثاني قدرنا ندركوا الأمر وجينا المرتبة الأولى. ديك الشيء غيكون واحد 15 ولا 18 كيلو ديال الحوت، ولكن في انواع حنا لعبنا على الجانب التقني، يعني بزاف ديال الاصناف ديال الاسماك، بزاف ديال ليزيسبيس، وعدد العدد كثير. واخا الاحجام ما كانوش كبيره بزاف، ولكن العدد كثير هو اللي عطانا الافضليه باش جينا المرتبه الاولى. اغلبيه كاين شامه وباغار، وكاين دونتي باديخو بوراسي سان بيير. المهم في المجموع ديال الاصناف شبرنا 8 ديال الاصناف. نقدم لهم سيد رئيس النادي هنيئا لكم يبدي برئاسه رئيس نادي فينا امين. هنيئا لكم بهذا التتويج. لقد حققتم الصحه. معنا الاخ يونس هو معنا اليوم شاركنا في التظاهره ديال المباراه ديال الجيجي اللي نظمها النادي الملكي للزوارق، وكانت على جوج الايام البارح واليوم. البارح تبارك الله عملنا حصيله مزيانه، اليوم حتى هي حلفنا الحظ وشبرنا شي اسماك تبارك الله مزيانين. ودابا هو جاري عمليه الاحصاء ديال النقاط على حسب الوزن ديال الاسماك. وان شاء الله نتمنى على الله نبقاو ندخلوا في لي 3 بروميي ولا لي 4 بروميي. سا سري اون بون شونس بور نو. حنا شاركنا باربعه بينا. ليكيب ديالنا سميتو يوبادي. اون اي باتروسيني باغ لا مارك فالكور. والحمد لله حالفنا الحظ. وان شاء الله باقي التظاهرات بحال هادو يتعاودوا عام ورا عام، ونقدروا نعطيو واحد النظره مزيانه على الصيد الترفيهي وعلى الصياده ديال جيجين بالخصوص.
الفائز. الفائز في السنف السمك المتنوع، سابقة الصيد الطعم، القارب بحري للرئيس ديالو عبسلام منادي، فليتفضل السيد عبسلام. تصفيقات حرة على السيد عبسلام منادي، هنيئا لك السيد، تصفيقات حرة. الصورة التذكارية، الصورة التذكارية، أنت السيد عبسلام منادي. هذه المسابقة شاركوا فيها 18 قارب للصيد الترفيهي، منهم قارب إسباني. الهدف ديالنا من هذا التنظيم ديال هذه المسابقة هو تحسيس وانطلاقة بهذا النوع من الصيد في إطار واحد المحافظة، واحد نوع من المحافظة على البيئة البحرية، وتعريف الناس بالأهمية ديالها ومدى الأهمية الاحتفاظ بها. دونك الحمد لله حاليا توفقنا فيها، رغم ان اليوم الثاني كان الجو شويه غير مناسب. لا، الاقبال الحمد لله كبير، واخا تم التاجيل ديالها شي تقريبا 3 ولا 4 المرات، ولكن الحمد لله حنا في اطار مشاركين 18 باخره، 18 قارب هو هذاك، بمعدل ديال 3 حتى 4 الافراد في كل باخره على حسب نوع الصيد، صنف الصيد. ان شاء الله احنا في اطار محاوله تنظيم النسخه الثانيه من كوبا ديال ستريتشو اللي نظمناها في شهر سبتمبر من السنه الفايته 2022، وحنا كنوجدوا لها ان شاء الله، ونتمنوا يكون عليها اقبال كبير، رغم ان عندنا طلبات عديده من الناس في اسبانيا، من هواة في اسبانيا، تركيا، والبرتغال، وبريطانيا.